بعد ظهور سلالة متحورة من فيروس كورونا وعودة بعض الدول إلى تطبيق سياسات الإغلاق، نتساءل إلى أي مدى لعبت الخلافات السياسية بين الدول الكبرى دورا في تأخير السيطرة على الفيروس؟ وهل يحتمل الاقتصاد العالمي عودة الدول إلى الإغلاقات مجددا؟ في الوقت الذي تفاءل العالم ببدء عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا، ظهر تهديد جديد قد يعيد الحكومات إلى نقطة الصفر في التعامل مع الوضع الصحي، وبالتالي قد ينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي الذي عانى بالفعل في الأشهر الأولى للإغلاق. كانت سباقة لبدء عملية التطعيم ضد فيروس كورونا، كما كانت الأولى بمفاجأة العالم بظهور سلالة جديدة من الوباء. بريطانيا تحبس أنفاس العالم على وقع إجراءات إغلاق جديدة قد تعيد الحكومات إلى نقطة الصفر. أوروبا، القارة التي دفعت فاتورة الفيروس غالياً، تسارع دولها إلى تشديد عمليات التنقل من وإلى بريطانيا. يأتي هذا في ضوء متغيرات اقتصادية وسياسية تشهدها المنطقة. فلندن، التي تجد نفسها اليوم معزولة صحياً، تستعد لعزلة من نوع آخر بالخروج من الاتحاد الأوروبي نهاية العام. غير أن الحتمية الجغرافية قد تدفع بريطانيا ودول الاتحاد إلى وضع خلافاتهما الاستراتيجية والاقتصادية جانباً وتوحيد الرؤى لمواجهة الفيروس. نظرة ربما لم تنعكس على تاريخ بدء التطعيم في القارة، فالاتحاد الأوروبي يتحدث عن إطلاق العملية في 27 من الشهر الجاري، ولعل تحالف دول الاتحاد لمواجهة الفيروس قد يكشف اليوم عن دور التقارب أو التنافر السياسي الدولي في تحديد صحة الشعوب واقتصادات الحكومات. فبالعودة إلى الوراء، لم يخلو ظهور الجائحة ولا محاولات التوصل إلى حل لها من توظيف سياسي. الصراعات الدولية ألقت بظلالها اتهامات من واشنطن لبكين بتصنيع الفيروس، تلاها انسحاب أمريكي من منظمة الصحة العالمية. روسيا سبقت الزمن لتنتج لقاح سبوتنيك الذي وظف للدعاية السياسية كواجهة للقوة العلمية. وسط هذه التنافرات وغيرها، الاقتصاد العالمي يضيع مع غياب التنسيق الدولي. أحدث التوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي تشير إلى تكبد الاقتصاد العالمي خسائر تتجاوز 12 تريليون دولار ما بين العام الحالي والقادم. أسواق النفط بدأت تتفاعل مع ظهور السلالة الجديدة، وها هي الأسعار تهوي إلى 5%، ليرهن الوضع الجديد آمال الحكومات بخطط الإنعاش الاقتصادية التي رسمتها خلال عام كامل من الأزمة. قبل بدء نقاش ملف حلقة الرابط لهذه الليلة مشاهدين، أذكركم بسؤاليه: إلى أي مدى لعبت الخلافات السياسية بين الدول الكبرى دورا في تأخير السيطرة على الفيروس؟ والسؤال الثاني: هل يحتمل الاقتصاد العالمي عودة الدول إلى الإغلاقات مجددا؟ لنقاش ملف حلقة الليلة من برنامج الرابط، أرحب بضيفي الكريمين عبر سكايب من باريس، الدكتور باسم صنيج المستشار المالي والأستاذ في معهد العلوم السياسية والاقتصادية في باريس، ومن برلين عبر الأقمار الصناعية السيد غانتر مولاك الدبلوماسي السابق ومدير معهد دراسات الشرق في برلين. أهلا وسهلا بكما ضيفي الكريمين. إذن أبدأ في البداية بطرح سؤال على ضيفي من برلين السيد غانتر مولاك. سيد غانتر، مع ظهور سلالة أو بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا، كما نعلم منظمة الصحة العالمية قالت أن هذه السلالة ليست خارجة عن السيطرة، لكنها قالت أيضا أنه لا يمكن ترك الوضع على ما هو عليه. هل يمكن من خلال هذه الجملة لا يمكن ترك الوضع على ما هو عليه أن نستشف أن الجهود المبذولة في مواجهة الفيروس اليوم ما زالت غير كافية؟ نعم، لا أظن أن ذلك صحيح. هناك تأثير سيكولوجي ونفسي كبير، نعم، مع انتشار هذه السلالة الجديدة من المملكة المتحدة ومن جنوب أفريقيا، وهذه السلالة المعدية بشكل كبير. نعم، كان هناك إجراءات قبل الأعياد مع الإغلاق، أظن أنها ستكون غير كافية، ولا أحد يريد الإغلاق
في الأعياد والعيد الميلاد. إذا يجب علينا أن نعمد إلى الإغلاق لمنع إدخال أو دخول هذا الفيروس الجديد إلى الاتحاد الأوروبي مثلا، وهذا بدأ مع حظر السفر من المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي، نعم، فرنسا، بلجيكا وألمانيا إلى حد معين. يتم الحديث عن ذلك الآن، ولكن الخبراء يقولون أن هذا ليس بالخطير جدا أو للغاية. ومن الناحية المالية قال الخبراء أننا نستطيع أن نتماشى مع هذا الوضع مع اعتماد الإغلاق، ولكن هناك يجري الحديث عن المستشفيات وعناية والأسرة في العناية المركزة، ونحن لا نود أن نخاطر. نعم، طيب انتقل إلى ضيفي من باريس السيد باسم صنيج. أهلا وسهلا بك مجددا سيد باسم. إذا بريطانيا كما نعلم أعلنت عن العودة إلى سياسة الإغلاق مجددا، وقد تلحقها دول أوروبية أخرى. بعض الدول العربية اتجهت بالفعل إلى الإغلاق، منها السعودية، الكويت، وعمان، التي حسب ما علمنا أن هناك أيضا اكتشفت فيها 3 حالات من السلالة الجديدة للفيروس حتى هذه اللحظة وفقا للمعلومات المتوفرة لدينا. هل يحتمل الاقتصاد العالمي اليوم عودة دول العالم إلى سياسات الإغلاق؟ وقد رأينا تداعيات الإغلاق على الاقتصاد العالمي في الشهور الماضية. الجواب المختصر المفيد هو نعم. لا ننسى أن هناك حقبات مساعدة للاقتصاد، عقبات اقتصادية ومالية لديها قياسات قياسية، حجم قياسي من الولايات المتحدة وفي الاتحاد الأوروبي في هذه الأسابيع التي مضت. وتشكل هذه المساعدات يعني مساعدة كبيرة للاقتصاد، وتعوض تقريبا على 3 أشهر من الإغلاق في الاتحاد الأوروبي إجمالا. وإضافة إلى هذا، فالبنوك المركزية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يكملون هذا الدعم بضخ سيولات كبيرة في الاقتصادات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. فلنعطي مثلا، بلغت نسبة الميزانية في البنك المركزي الأوروبي حجم يتجاوز 50% من الإنتاج المحلي الأوروبي. بلغت ميزانية الفيدرال ريزيرف 30% من الإنتاج المحلي الأمريكي. هذا الضخ لم نرى مثله. طيب عظيم. سيد باسم، أنت تتحدث عن الاتحاد الأوروبي حصرا، وتقول أن الدول الأوروبية بشكل عام قد تكون مستعدة لشهور من الإغلاق، ربما ذكرت 3 شهور كحد أقصى. طيب أنا سؤالي كان عن الاقتصاد العالمي بشكل عام، برأيك هل يحتمل الاقتصاد العالمي بشكل عام المزيد من الإغلاق، سياسة إغلاق جديدة لشهور، ولا نعلم يعني كم من عدد هذه الشهور بانتظارنا؟ فإذا أخذنا بعين الاعتبار أن الاتحاد الأوروبي يتمكن، يمكن أن يتحمل الإغلاق، والاتحاد والولايات المتحدة تتناول هذا الإغلاق بطريقة جدية، والاقتصاد الصيني ينمو عن جديد، إذا جمعنا هذه الاقتصادات نبلغ 75% من الاقتصاد العالمي. فنحن في موقف صعب، ولكن ليست كارثة. أكيد إذا لم نتمكن السيطرة على الوباء كارثة، ولكن نعرف. طيب تحدث عن استجابة الاتحاد الأوروبي والاستجابة العالمية، ويبدو أن منظمة الصحة العالمية لديها استجابة أيضا. المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغ أعلن في تغريدة له عبر موقع تويتر أن الفرع الأوروبي للمنظمة سيعقد اجتماعا لأعضائه بهدف مناقشة استراتيجيات مواجهة السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، وذلك استجابة للسلالة الجديدة المنتشرة
منتشرة في المملكة المتحدة، مشيرا إلى أن الاجتماع سيناقش استراتيجيات الفحص وخفض أيضا مستوى انتقال العدوى وتعزيز التواصل حول المخاطر دون أن يحدد موعدا للاجتماع. إذن كما رأينا أن هناك استجابة من منظمة الصحة العالمية، وأعود إلى ضيفي من برلين. سيدي، إذن منظمة الصحة العالمية كما رأينا الآن تستعد للبحث في السلالة الجديدة، تحديدا بفرعها الأوروبي كما ذكرنا. هل هذا يعني أن السلالة الجديدة تحتاج إلى استراتيجية جديدة؟ قد تكون استراتيجية جديدة حقا، لم نشهدها في السابق. نعم نعم، أظن أن ما نراه هو أن الاستراتيجية الفردية لا تنفع. نحن بحاجة إلى استراتيجية مشتركة على مستوى الاتحاد الأوروبي، وليس فقط في الاتحاد الأوروبي ولكن في كل البلدان التي تتأثر الآن بهذا الفيروس الجديد مع هذه الطفرة، من أجل أن نضمن أننا نتغلب عليه. ولكن إن الأمور لا تتطور بحالات مستعصية، ونحن نعلم أن هناك لقاحات الآن، اللقاحات المستخدمة على ما يبدو هي فعالة ضد هذا الفيروس المتحور الجديد، لأن هذا الفيروس الجديد هو ابن عم إذا ما صح قول الفيروس القديم. إذن يمكن أن نسيطر على ذلك، ولكن شريطة التنسيق في آسيا، الأمور تجري بأمور رائعة، وإن التجارة بين أوروبا وآسيا تجري على ما يرام أيضا في تبادل السلع التي تأتينا من شانغهاي في هذه السفن الكبيرة أو من سنغافورة، إلى أوروبا. ولكن المشكلة الكبيرة هي المملكة المتحدة، التي لا يمكن أن تحيا من دون أن تستورد البضائع من الاتحاد الأوروبي. والآن مع الإغلاق الأسواق ليست بأحلى حالاتها إذا ما صح القول، أن الأسواق تحتاج إلى البضائع الطازجة، الخضار، التفاح إلى آخره. إذن هذه هي مشكلة. نعم هذه هي مشكلة، ولكن هناك أفكار أخرى. نتحدث عن صادرات المملكة المتحدة لا سيما الأسماك. كان هناك حديث. أعتذر عن مقاطعتك سيدي، ولكن في الوقت الذي تجهز منظمة الصحة العالمية للبحث في استراتيجية جديدة لمواجهة سلالة جديدة من كورونا، ومثل ما ذكر ضيفي من برلين أنه تحتاج إلى استراتيجية تعاونية، وهذا ما يمكن أن يجعلها مختلفة عن الاستراتيجية السابقة. أعود إلى ضيفي من باريس وأتحدث عن إجراءات البنك الدولي تحديدا. حسب معلومات صرح عنها البنك الدولي أستاذ باسم، أنه بين شهري أبريل وسبتمبر الماضي ارتبط البنك الدولي بتقديم نحو أو تقريبا 43 مليار دولار أو 41% من حجم قدرته على الإقراض، إقراض الدول، وأنه يعمل على دعم الاستجابة الصحية لمكافحة الفيروس بأكثر من 110 بلدان نامية. لتوضيح الآلية أسأل هنا سيد باسم، على ماذا تتوقف قدرة البنك الدولي على الإقراض، وقد طبعا فرضت الجائحة احتمال الاقتراض من الخارج على الكثير من الدول، وما هي المعايير التي تتحكم حقا بحجم إقراض البنك الدولي إلى هذه الدولة أو تلك؟ هي كمية الإنتاج المحلي والتعويض، مثل ما رأينا في الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، محاولة التعويض عن الخسارات التي الإغلاقات تؤدي إليها في هذه البلدان من جهة، ومن جهة ثانية إلى الاستيراد للأدوية اللازمة للمعاونة في اللقاح على الفيروس. فهذه هي المؤشرات التي يستعملها البنك الدولي وغيره من المؤسسات الدولية لتحديد الكميات في القروض. وحتى يمكن أن أتحدث عن
أعود إلى ضيفي الكريمين، ولكن سأنتقل إلى هذا التقرير. منذ بداية انتشار فيروس كورونا واتساع رقعة انتشاره، اتسعت مساحات أخرى لخلافات سياسية بين الدول، شهدت تراشقات واتهامات واختراقات عنوانها كورونا. أثار فيروس كورونا خلافا سياسيا عميقا بين دول عدة، أبرز تلك الخلافات كانت بين الصين والولايات المتحدة. ففي 14 من فبراير، سيناتور أمريكي اتهم الصين بتطوير فيروس كورونا كسلاح بيولوجي. اتهام واشنطن قابله رد صيني، ففي 13 من مارس اتهم مسؤول صيني الجيش الأمريكي بإدخال فيروس كورونا إلى ووهان، وأن واشنطن هي من تسببت في انتشاره. أما في 14 من إبريل، لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للأمن الداخلي والشؤون الحكومية تبدأ تحقيقا بظهور فيروس كورونا وانتشاره في الولايات المتحدة، مع التركيز على دور الصين ومنظمة الصحة العالمية في ذلك. وحول الموضوع ذاته، وفي 17 من إبريل عام 2020 أبلغت بريطانيا على لسان وزير خارجيتها الصين بأن لندن لا تستطيع العودة إلى العمل مع بكين كالمعتاد بسبب الغموض حول تفشي فيروس كورونا، غموض كانت أدلته عند وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي أكد في 3 مايو على أن هناك عدد هائل من الأدلة تثبت أن مصدر فيروس كورونا هو مختبر في مدينة ووهان الصينية. وبعدها بأيام، في 7 مايو، ردت الصين على اتهامات وزير الخارجية الأمريكي واتهمته بالكذب. السعي نحو البحث عن لقاح ضد فيروس كورونا أثار المزيد من الخلافات بين الدول الكبرى. ففي 15 مايو اتهمت واشنطن النظام الصيني بمحاولة قرصنة الأبحاث الأمريكية حول اللقاح، لترد بكين على هذا الاتهام بأنه تشهير. وبعد تهديد وجهه ترامب لمنظمة الصحة العالمية، باشر الرئيس الأمريكي في 8 يوليو رسميا بإجراءات انسحاب بلاده من منظمة الصحة العالمية، التي اتهمها ترامب بالتأخر في التحرك للتصدي لفيروس كورونا. في 16 يوليو اتهمت بريطانيا وأمريكا وكندا روسيا بمحاولة سرقة معلومات من باحثين يسعون لتطوير لقاح لفيروس كورونا من خلال مجموعة اختراق تدعى AP229 وتعرف أيضا باسم كوزيبير. من هذا التقرير أعود للنقاش مع ضيفي الكريمين، وتحديدا مع ضيفي من برلين سيد مولاك. تابعنا في التقرير منذ قليل أن كورونا كان عنوان لنقاشات وحوارات وحتى خلافات سياسية بين الدول، بين الحكومات إلى آخره. يبدو أن الطريق للقضاء على الفيروس ما زالت طويلة كما نعلم سيد مولاك، وهي طريق حتى الآن شهدت على انقسامات دولية كما ذكر التقرير منذ قليل بشأن الفيروس تحديدا، في البداية طبعا بشأن منشأه وثم بشأن آلية مكافحة هذا الفيروس. أسأل هنا عن تأثير التحالفات السياسية في مواجهة الفيروس بعد قرابة العام على ظهور هذا الفيروس، واليوم نتفاجأ بسلالة جديدة أيضا. لماذا لم نشهد تعاونا دوليا حقيقيا لمكافحة هذا الفيروس؟ وأنت ذكرت منذ قليل أننا بحاجة إلى استراتيجية أكثر تعاونية لمكافحة هذا الفيروس، وكيف أيضا لعبت التحالفات السياسية والانقسامات دورا في تأخير القضاء على هذا الفيروس؟ للأسف إن الأمور لم تجري مثل ما أردناها، ولكن عندنا مشكلة قادمة، وهي تتمثل في خروج الرئيس ترامب من سدة الرئاسة. هذا الرئيس الذي رفض التعاون مع الصين مثلا، لأنه اعتقد أنه يمكنه أن يحل الأمور بذاته وفي بلاده. إذن لم يكن التعاون جيدا بين هذين الطرفين. ولكن نحن مع الصين لا مشكلة لدينا، لأننا طورنا لقاحاتنا الخاصة، و
نحن لم نلجأ إلى اللقاحات الأخرى، ولكن موديرنا الأمريكية تطور وتضع أيضا لقاحات في السوق. إذن من المهم جدا أن نكمل في تصنيع المزيد من اللقاحات لتصل إلى كل البلاد، حتى البلاد التي لا تملك المال الكافي. يجب أن نوفر الأموال الكافية من أجل دعم شراء هذه اللقاحات، وهذا أمر مهم جدا فيما يخص التعاون في الشرق الأوسط مع الهند. بالحديث عن توفير الأموال الكافية سيد ملاك، أنتقل إلى سيد باسم ضيفي من باريس. سيد باسم، كنا نتحدث منذ قليل أنا وإياك عن إجراءات البنك الدولي، وللأسف لم نستطع أن نستكمل الحديث. كنا نتحدث أن البنك الدولي اتخذ إجراءات فعلية، كان قال أو تحدث عن إجراءات سريعة بالتحديد وواسعة النطاق لمساعدة البلدان الفقيرة بالتحديد لمكافحة الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة على الجائحة، لكن الوضع يعني لنقولها كما هي، الوضع ما زال يتجه نحو تأجيج هذه الآثار، يعني ليس العكس تماما. هل كانت هذه الإجراءات كافية؟ فنتحدث عن نجاعة هذه الإجراءات، يعني تحدثنا بالأرقام، نتحدث عن نجاعة هذه الإجراءات، هل فعلا هذه الإجراءات من قبل البنك الدولي كافية؟ كانت كافية قبل ظهور السلالة الجديدة، وهل هي كافية الآن بعد ظهور السلالة الجديدة أيضا؟ أولا يجب أن نقول أن هذه السلالة الجديدة لا يجب أن نضخم أهميتها، لأن العلاجات والجوابات على هذا الفيروس تتكامل مع السلالة الجديدة، والأسواق اليوم فهمت هذا الموضوع، وبعد التراجع الكثيف الذي عرفناه في الأمس عادت إلى مواقف متفائلة أكثر من وهي جدية اليوم أكثر من ما كانت في الأمس. أما في ما يتعلق بالاقتصادات، لا ننسى أن الفيروس كان يجب عليه أن يكون تأثير عميق على الاقتصادات، كل الاقتصادات منها البلاد الفقيرة والبلاد الغنية، ولكن المهم كان في الوقت القصير أن لا نوقع في كارثة مالية. والإيجابية التي عرفناها اليوم من المساعدات ومن ضخ الأموال من البنوك المركزية كان هدفها أن لا نقع في كارثة مالية، ولكن الاقتصادات ستتراجع، ونعرف اليوم أن الاتحاد الأوروبي مثلا سيتراجع بنسبة تقريبا 3% في آخر هذه السنة. فإذن الاقتصادات ستتأثر. سنتحدث عن تراجع الاقتصادات سيد باسم، ونتحدث أيضا عن السياسات المالية الجديدة التي يجب انتهاجها، ولكن بعد هذا الفاصل. ما زال أمامنا الكثير من النقاط لنلقي الضوء عليها ضيفي الكريمين، أرجو منكم التفضل بالبقاء معنا، فاصل قصير ونستأنف الحوار بعدها. الكل لديه رفقة، رفقة لا تهاب شيئا، كلها جرأة تمضي بتمهل وثقة،
رفقة تحتضنها ثلاثة صفوف من المقاعد لتنطلق برفقة الجميع في رحابة رياضية مميزة عنوانها كاديلاك XT6. الكويت وقطر والبحرين هي محطاتنا الأخيرة من رحلة أسرار الجزيرة العربية. لنتعرف على شعوبها ونتأمل تقاليدهم ونشهد تراثهم الأصيل في أسرار الجزيرة العربية. أسرار الجزيرة العربية، السبت 5 بتوقيت السعودية على الشرق. تابعونا على شاشة الشرق، خديجة الرحالي. تشاهدون بعد قليل جلسة المساء مع زينة صوفان على الشرق. خسائر بمليارات الدولارات طالت الاقتصاد العالمي بسبب تداعيات كورونا، لكن صندوق النقد الدولي يتوقع سيناريوات أسوأ إذا عادت سياسات الإغلاق التي فرضها الفيروس. أرقام صادمة عن خسائر كورونا الاقتصادية كشفها صندوق النقد الدولي. 12 تريليون دولار خسرها الاقتصاد العالمي خلال عام 2020. الخسائر لا تقف هنا، فمديرة صندوق النقد كريستاليا جورجيفا توقعت أن تصل خسائر الاقتصاد العالمي إلى 28 تريليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة. كما سجل صندوق النقد الدولي ركوداً على مستوى العالم بلغت نسبته 4.4% حتى شهر سبتمبر الماضي، وتوقعت المؤسسة سيناريوهات أسوأ في حال تكثفت موجات الإصابة بالوباء. البنك الدولي هذه المرة كشف عن زيادة معدلات الفقر في العالم، والسبب أيضاً كورونا. 71 مليون شخص باتوا في عداد الفقراء خلال عام 2020، وأضيفوا إلى 100 مليون شخص يحملون هذه الصفة في العالم. كثيرة هي القطاعات التي تضررت بفعل الإغلاق العالمي الذي فرضه كورونا، السياحة على رأسها، وهي التي خسرت 935 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي وفق أرقام منظمة السياحة العالمية. الإغلاق نفسه سبب خسائر لقطاع النقل الجوي، حيث أعلن اتحاد النقل الجوي الدولي إياتا أن شركات الطيران في العالم خسرت 328 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري فقط، وتوقع الأسوأ في حال فرض مزيد من الإغلاقات. أستأنف النقاش مع ضيفي الكريمين، وأذكر معي عبر سكايب من باريس الدكتور باسم صنيج المستشار المالي والأستاذ في معهد العلوم السياسية والاقتصادية من باريس، ومن برلين عبر الأقمار الصناعية سيد غانتر مولاك الدبلوماسي السابق ومدير معهد دراسات الشرق في برلين. أهلا وسهلا بكما مجددا ضيفي الكريمين. إذا تحدثنا أو استمعنا إلى تقرير يتحدث عن سيناريوهات توقعها البنك الدولي ومعظم تحت عنوان الخسائر، خسائر الاقتصاد. من هنا أبدأ بسؤال لضيفي الكريم من باريس، وسؤالي هو: اقتصاديون حول العالم سيد باسم كانوا قد أشاروا إلى الحاجة إلى سياسات مالية جديدة لمكافحة كورونا، وقالوا أيضا أن اللغة الاقتصادية التقليدية، وأقتبس هنا في وصف التراجع الاقتصادي الحالي، سيؤدي إلى الارتباك في وصف أو في اختيار السياسات المناسبة للتعامل مع أزمة كورونا. ما هي السياسات المالية الجديدة التي يحتاج إليها العالم واليوم أكثر من أي وقت مضى؟ نرى بعض هذه السياسات اليوم خلال تصرفات البنوك المركزية التي تحدثنا عليها سابقا، ولكن الجواب لسؤالك هو أن المواقف التقليدية في بعض البلدان نحو الديون ومستوى الديون
المقبول سيتغير. واليوم يمكن من خلال هذه المواقف التقليدية أن نقول أن الديون ارتفعت بشكل كبير، وحتى بلاد كانت نعم يبدو أن هناك مشكلة تقنية من باريس مع ضيفي من باريس، ولكن لا مشكلة، سأعود إلى سيد باسم من باريس، لكن سأنتقل الآن إلى ضيفي من برلين. سيد مولاك، كنت تحدثت قبل قليل عن ثقة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بمنظمة الصحة العالمية، وتحدثت عن إذا ما صح التعبير الصراع الذي تولد، صراع من نوع جديد تولد بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بعد ظهور جائحة كورونا. إلى أي مدى برأيك هذا الملف، ملف كورونا، أذكى الصراع السياسي وحتى الاقتصادي بين الطرفين الأمريكي والصيني؟ أظن أنه أثر بكمية أو بمدى كبير، لأن التعاون الحر كان ليوجد اللقاح أو بوقت في وقت أسرع. إذن لو كان التعاون أكثر سلاسة لكانت الأمور كانت أفضل وكانت تحسنت. نعم، نحن نرى الحكومة الجديدة التي تتشكل في الولايات المتحدة أشخاصا كانوا قد خدموا في حكومات سابقة مثل على عهد أوباما. نحن نأمل على استعادة هذه العلاقات الطيبة بين الولايات المتحدة الأمريكية والعالم وأوروبا، لا سيما من أجل وضع السياسات المشتركة التي تخص أيضا بقع أخرى من العالم، أفريقيا، أمريكا الجنوبية إلى آخره. أتمنى أن يكون ذلك ممكنا على عهد الرئيس المنتخب. إن اقتصادنا بحسب المؤشرات اليوم يسير على ما يرام، ويبدو المستقبل أكثر إشراقا. إذن ليس بهذه العتمة. سنعود للحديث عن المستقبل الذي تصفه أنت سيد مولاك بالأكثر إشراقا، ونتحدث أيضا عن سياسة الرئيس المنتخب الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد قليل، لكن سنتابع أسواق النفط مع ظهور السلالة الجديدة، مع تنامي القلق حول العالم من السلالة الجديدة لفيروس كورونا. هناك قلق طبعا وعودة بعض الدول إلى الإغلاقات، شهدت الأسواق المالية تراجعات كبيرة، حيث انخفضت أسعار النفط بحوالي 3% في أكبر هبوط خلال يوم واحد، مع عودة المخاوف إلى المستثمرين حيال بطء تعافي طلب على الوقود وسط تشديد القيود في أوروبا. هنا أعود بالنقاش لضيفي من باريس. الأسواق العالمية شهدت الكثير من التراجعات سيد باسم خلال الفترة الأولى من الجائحة، واليوم كما ذكرنا في هذا الخبر أسعار النفط هبطت بنسبة 3% جراء ظهور هذه السلالة الجديدة. هل ستصبح خطى تعافي الأسواق المالية العالمية أكثر بطئا من ذي قبل؟ يعني سؤال يطرح نفسه، رغم أن الأسواق في الأيام الماضية شهدت نوع من أنواع الانتعاش مع أجواء التفاؤل التي طبعا سبقت والتي كانت ناتجة عن خبر جهوزية اللقاحات. لا ننسى أن اليوم الأسواق العالمية على مستويات، خاصة في الولايات المتحدة، على مستويات عالية جدا قياسية. نحن فوق 30,000 في الداو جونز مثلا. فلا حتى إذا تراجعت الأسواق من خوفها للكورونا فيروس الجديد، وهو ليس الجديد، تراجعت في الأمس وعادت إلى مستواها اليوم. لا أريد أن أكثر من تضخم الخوف من السيالة الجديدة. المهم أن التعاون الدولي ينتج العلاجات قبل ظهور السلالة الجديدة، هل كانت الأسواق العالمية المالية يعني تسير نحو التعافي بسرعة؟ نعم، رأينا أن التعافي كان سريعا، ولكن أريد أن أضيف أن تعافي الأسواق الأسهم لا يعني
التعافي، الاقتصادات كلها. نعم نعم. فيجب أن لا ننسى أن الفيروس سينتج تراجع اقتصادي لمدة سنتين أو ثلاثة، ولكن نعم طيب يبدو أن النمو تقدم. نعم أسمعك سيد باسم، تفضل. يبدو أن المشكلة تجددت مع السيد باسم ضيفي من باريس. سأنتقل إلى ضيفي من برلين، وكنا نتحدث عن تراجع الاقتصاد العالمي وتأثر الأسواق المالية العالمية، لكن كنت أنت تتحدث سيد ملاك منذ قليل عن المستقبل المشرق كما وصفته حضرتك. ظهور السلالة الجديدة تزامن مع تغيرات سياسية عدة، وأبرز وصول الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى السلطة. ما المنتظر اليوم من إدارة جو بايدن الجديدة تجاه التعامل مع الفيروس بشكل عام، وأيضا تجاه منظمة الصحة العالمية التي تحدثنا عن يعني العلاقة، شكل العلاقة الذي تطور أو يعني رأيناه وتابعناه بينها وبين إدارة الرئيس المنتهية ولاية دونالد ترامب؟ نعم، أنا متأكد من أن الرئيس المنتخب بايدن سيعيد مع إعادة استعادة كل الروابط الجيدة بين الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تنعم بها هذه الولايات قبل عهد الرئيس ترامب. وهذه آمال جيدة جدا، ونحن نعلم أن من تم تعيينه مثلا السيد كيري وغيره من الأشخاص، السيد كيري الذي عين الآن موفدا خاصا لشؤون المناخ والتغير المناخي، إذن أظن أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعود إلى الانضمام إلى الاتفاقات أو إلى عدة اتفاقات بالاعتماد على الخبراء الذين باتوا يشكلون الحكومة الجديدة. فضل الرئيس ترامب أفراد عائلته، ولكن الآن أظن أن هذه الحكومة الجديدة ستعطي وقعا سيكولوجيا ونفسيا جيدا جدا عندما يستلم هذا المنصب. وصلت الفكرة سيد ملاك، أعتذر عن مقاطعتك ولكن وقتي انتهى. إذن كما تقول أنه يمكن مع وصول الرئيس المنتخب جو بايدن إلى السلطة يمكن أن نشهد على سياسات تعاونية أكثر في مكافحة فيروس كورونا. أشكركما ضيفي الكريمين من برلين عبر الأقمار الصناعية، سيد غانتر ملاك الدبلوماسي السابق ومدير معهد دراسات الشرق كنت معنا من برلين إذن، وأيضا ضيفي عبر سكايب كنت معنا من باريس الدكتور باسم صنيج المستشار المالي والأستاذ في معهد العلوم السياسية والاقتصادية. شكرا جزيلا لكم. قبل الختام حلقة الرابط لهذه الليلة، هذا تذكير بسؤاليها. إذن مع ظهور سلالة متحورة من فيروس كورونا وعودة بعض الدول إلى تطبيق سياسات الإغلاق، نتساءل إلى أي مدى لعبت الخلافات السياسية بين الدول الكبرى دورا في تأخير السيطرة على الفيروس. نتساءل أيضا هل يحتمل الاقتصاد العالمي عودة الدول إلى الإغلاقات مجددا؟ في ختام حلقة الرابط لهذه الليلة خلص النقاش وفقا لضيوفنا إلى أن الخلافات السياسية بين الدول الكبرى لعبت دورا سلبيا في مواجهة فيروس كورونا كخلاف الولايات المتحدة والصين. أما فيما يتعلق بميدان الاقتصاد فالأسواق المالية العالمية ستتأثر سلبا في حال لجأ دول العالم إلى الإغلاقات مجددا مع ظهور السلالة الجديدة لفيروس كورونا. نهاية الرابط مشاهدينا، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.